والدي بسوريا ولم أره منذ أكثر من 13 سنة بسبب الأحداث وتوفي من 3 أيام. هل تصوير وجهي بعد غسله كذكرى لي عن طريق موبايل حرام؟ ونرجو دعاءك له بالمغفرة. صلى الله أن يغفر له ويرحمه برحمته سبحانه وتعالى. نقول ما في داعي لتصوير الصور، والدك تعرفه ورأيته، فلا داعي لتصوير هذه الصور حقيقة، يعني بس إنسان يتذكر الأحزان ويعيدها ويكررها، لا داعي لهذا أبدا، خاصة لمن مات. ادعو له واسأل له ربك المغفرة سبحانه وتعالى، هذا يكفيه.